وفي الميدان التعليمي في المملكة الكثير من المعلمين والمعلمات المتميزين واللي حصدوا العديد من الجوائز المحلية والدولية. وفي فقرة من الميدان لهذا الأسبوع راح نستضيف أحد هذه النماذج المميزة واللي كان لها بصمة وأثر في سماء التعليم. ولكن قبل أن نرحب بتواجده معنا في الاستوديو نتابع معكم هذا التقرير عن أبرز هذه الإنجازات. نتابع. المعلم هو بارقة العطاء التي قدر لها أن تظل مضيئة لا تنطفئ. قصة عطاء جديدة لمعلم سعودي تخطت إنجازاته حدود الوطن. الأستاذ أحمد المالكي أفضل معلم خليجي في جائزة محمد بن زايد لأفضل معلم في دورتها الثالثة، أحد النماذج المشرفة للمعلم السعودي. فهذه الإنجازات والمبادرات أوصلت هذا المعلم الفاضل للفوز أيضاً بجائزة محمد بن زايد لأفضل معلم لعام 2020، وهو أحمد حسين جابر المالكي من المملكة العربية السعودية. اختير المالكي وهو أحد معلمي مدرسة السارة الابتدائية بتعليم صبية للجائزة بعد أن قدم العديد من المبادرات، أهمها مبادرة تحدي القراءة نظرا لأهميتها في تنمية مهارات الطالب في التفكير والاستماع والتحدث. إنجازات محلية وجوائز دولية للمعلم السعودي أحمد المالكي، ومشاركات في الأعمال التطوعية والمبادرات المجتمعية تجعلنا نفخر كثيرا بهذا المعلم المالكي في ضيافة عين التعليم ليكشف لنا عن سر تميزه وإبداعه. إنجازات وجوائز نفخر بها بكل تأكيد. رح نتعرف معكم مشاهدينا أكثر على المعلم أحمد المالكي صاحب جائزة أفضل معلم خليجي. أهلا وسهلا فيك أستاذ محمد. أحمد عفوا، حياك الله. يسلمكم، حياكم الله جميعا. طيب في البداية أستاذ أحمد لو تحدثنا عن فكرة هذه الجائزة، ومبارك لك الحقيقة، يعني دائما ما نفرح بوجود معلمين أمثالك يرفعون راية الوطن على مستوى الخليج وعلى مستوى العالم العربي، وحسب ما عرفت أنه الآن وصلت للعالم العربي المشاركة، ولا؟ نعم، ليس على مستوى الخليج فقط. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله، ما بعد. اسمح لي في البداية أن أقدم التهنئة والشكر لمقام سيدي خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد حفظهم الله على الدعم اللامحدود للمعلم السعودي. الشكر موصول لوزارة التعليم على هذا الدعم. هذا الدعم بفضل الله سبحانه وتعالى كانت هذه أحد الثمار، وما هذا المنجز إلا أحد منجزات المعلم السعودي في هذا الوطن. الشكر موصول لأمير منطقة جازان وسمو نائبه ولي تعليم صبية ممثل في الدكتور حسن خرمي ولجميع مسؤولي التعليم على هذا الدعم. بالنسبة للمشاركة، بدأت المشاركة في جائزة الشيخ محمد بن زايد في دورتها الأولى عام 2017. حلو. البداية كانت عبارة عن تقديم إلكتروني على الموقع. جميل. تم رفع الملفات والتقييم مبدئي. انتقلنا للمرحلة الثانية، مرحلة التقييم المكتبي والزيارة واللقاءات. تجاوزنا هذه المرحلة بفضل الله سبحانه وتعالى، ثم انتقلنا إلى المرحلة الثالثة وهي مرحلة الزيارات الميدانية. حلو. تمت الزيارة الميدانية من قبل أمانة الجائزة لي في المدرسة. الجائزة هذه طبعا فيها عنصرين، العنصر الأول الفوز بالجائزة، أو هناك رحلة تدريبية لأفضل 20 معلم على مستوى الخليج. حلو. الحمد لله بتوفيق الله كنت ضمن أفضل 20 معلم في هذه الدورة. التحقنا برحلة تدريبية على حساب الجائزة، كانت في جمهورية سنغافورة. جميل. كانت رحلة جميلة جدا وممتعة وثرية، لما تكون مع نخبة متميزة على مستوى الخليج. ما شاء الله. وفي دولة متميزة في التعليم، استفدت منها شيء الكثير. جميل. بفضل الله سبحانه وتعالى عدت محمل بالخبرات والتجارب. ما شاء الله. بدأت أنقل هذه الخبرات إلى الميدان التعليمي ولزملائي في المدرسة حتى يستفيدوا منها. بدأت أشتغل على النقاط التي تحتاج إلى دعم للملف. حلو. بعد ذلك شاركت في الدورة الثالثة عام 2020. بفضل الله سبحانه وتعالى وتوفيقه حققت هذه الجائزة. منجز يسجل باسم الوطن. فلله الحمد.
أكيد وتستاهل وتستحق هذا الفوز أستاذ أحمد. الله يعطيكم العافية. لو نتكلم معك مع المشاهدين أيضا، يعني ما شاء الله أستاذ أحمد أنت عندك شغف وحب خوض المنافسة في المسابقات التعليمية، وما شاء الله يعني حققت فيها مراكز متقدمة. لو تكلمنا عن هذا الشغف، من أين نشأ؟ هل مثلا كان في مرحلة معينة هي اللي حمستك أو شجعتك أنك تخوض المنافسة في المسابقات؟ بالنسبة للشغف والحب، عندما نستذكر قول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون، الإنسان عندما يعمل ويخلص يتمنى أن يرى النتائج والأثر والتميز والإبداع. أكيد. وهذا ديدن المسلم. صحيح. المسابقات بصراحة لا يعرف مداها وفائدتها إلا المعلم المشارك فيها. فيها من الخبرات والتجارب أشياء كثيرة لا أستطيع أن أحصيها في هذا المقام. دائما أحرص على أن أشارك في كل جائزة جديدة، لأنها تحمل فكر جديد وأفكار جديدة تفتح الآفاق للمعلم للإبداع والتميز والابتكار. هذه من الأشياء التي جعلتني ويعني طموحي يعني لأبعد مما تتوقعون، وبإذن الله يعني الجوائز القادمة تكون على مستوى العالم بحول الله وقوته. يعني هل ممكن نقول مثل هذه المشاركات تحمس وتطور من المعلم؟ أكيد. يعني لما يعني هذه الجوائز المعايير اللي وضعت فيها خبراء ولجان يعني تخدم المعلم وتخدم العملية التعليمية، وخاصة الآن مع التعلم الحديث والتطور الحديث، المعلم إذا ما طور من نفسه ما طور من إعداداته راح يبقى مكانه ما راح يستفيد. ويؤثر على العملية التعليمية أيضا. نعم، هذه الجوائز يعني تفتح الآفاق. وإن سمحت لي أستشهد بجزء بسيط، يعني تفضل. يعني المعلم السعودي الحمد لله متميز بشهادة الجميع ومبدع، لكن في بعض النقاط قد يكون المعلم موجودة لديه لكنه لا يعرف أن هذه النقطة تحتاج إلى تقوية. على سبيل المثال، في مسابقة الشيخ محمد بن زايد كان في مجال التميز في الإنجاز يتكلم ماذا قدمت من مبادرات في نشر ثقافة القراءة لدى الطالب وأثرها على الطالب. جميل. طبعا لما تكون أنت معلم تربية إسلامية أو لغة إنجليزية أو رياضيات، يعني ترى أن الموضوع ليس من اختصاصك، يعني هذا اختصاص معلم لغتي. لكن الجوائز لا، تريد المعلم أن يكون ملم بجميع جوانب. حلو. من هذا الجانب جتني فكرة ومبادرة، وهي عبارة عن مسابقة أو تحدي القراءة. حلو. التي ذكرتها هذه المبادرة، رأيت طبعا كما تعرفون الحمد لله مدارسنا في المملكة غنية بالمكتبات، كل صحيح. مدرسة فيها مكتبة وفيها كتب، لكن قلما نجد المعلم الذي يوظفها التوظيف الصحيح. وظفت هذه المكتبة في تفعيل مسابقة تحدي القراءة، بفضل الله هذه السنة السادسة أبهرت ونتائج جميلة وموثقة عززت الجانب لدى الطالب في هذا المجال. جميل. ما شاء الله. ونجاح هذه المبادرة هي اللي خلاها تستمر 6 سنوات. صراحة هذه المبادرة عندما تقيسي الأثر على مستوى الطالب هذا اللي يشعر الإنسان بالراحة والمعلم بالإنتاج. يعني لو كل معلم حرص على أن يطبق مثل هذه المبادرة لرأينا طلابنا في الاختبارات الدولية وفي هذه البرامج يعني في مستويات عالية جدا. يعني على كلامه تول الأستاذ أحمد، الجوائز والمعلمين السعوديين على مستوى العالم العربي، برنامج عين التعليم كان يشهد، وحتى في حسابات خاصة بتويتر تشهد شبه يومي جوائز، سواء كانوا طلاب سواء في الجامعة في التعليم العام أو في المعلمين على مستوى العالم العربي. دائما إذا شارك معلم سعودي أو شارك طالب سعودي لابد أن يأخذ مراكز عالية، فدائما مواقف المعلمين أو مشاركات المعلمين والطلاب دائما مشرفة وترفع علم السعودية في مواطن مشرفة وأماكن تضم المبدعين وأهل العلم والاختصاص. فأشكرك وأشكر جميع المعلمين الحقيقة، اللي ما خلى العلم اللي عنده والمهارة الموجودة عنده فقط مدفونة داخل المدرسة، وإنما يظهرها حتى يستفيد منها الآخرون، ويعلم الجميع أنه فعلا في عمل داخل المدارس يبذل. كلامك جميل يا أستاذ علي. بالنسبة في نقطة ذكرها سيدي سمو ولي العهد حفظه الله أن المواطن السعودي إذا أراد أن يحقق هدف لن يقف أمامه عائق. لما أتكلم لك عن نفسي أنا كمعلم في الحد الجنوبي في آخر نقطة في الحدود، ولما تكون عندك عزيمة وإصرار أنك تحقق فما في مستحيل بإذن الله سبحانه وتعالى. صحيح. فدائما المعلم عنده يعني مقومات، لكن هذه الجوائز الهدف منها يعني تفتح لك آفاق، يعني أشياء قد تكون موجودة لديك لكن لا تعرف توظفها التوظيف الصحيح أو نستفيد منها. فهذه هي الفكرة في جوائز التميز. يعني قد البعض من الزملاء يرى أنها عبء ثقيل، والبعض قد يرى
كل نظرته، ولكن يبقى في الأصل أن الهدف تطوير العمل وإخراج يعني كفاءات في الميدان، ولما تقيس أثرك على أبنائك الطلاب هذه هي المكسب الحقيقي. صحيح، ولعل بس المعذرة بس عهد أنه وهذه رسالة لعلك توصلها وأنا أوصلها لجميع المعلمين، عندنا معلمين مبدعين لكن ما يشاركون، يعني نبي العالم يشوف فعلا. أنا أقول لك السبب كيف شوف المعلم ماذا يبذل داخل المدرسة. هناك معلمين يستحقون الحقيقة التكريم، لكن يرى أنه فقط يؤدي وظيفته ويهتم بالطلاب لكن ما عليه من الناس. نشوف مقاطع الصراحة مبهرة لكن لا يشارك في مثل هذه المسابقات، بودنا حتى يستفيد العالم أيضا. كلامك جميل، أنا أعطيك الخلاصة السبب. إيه؟ كما ذكرت أنا زرت معلمين يعني لا أخفيك إذا ما كانوا في نفس المستوى فهم أعلى مني، ولكن لم يشاركوا. والسبب مهارة التوثيق. هذه اللي يفتقدها المعلم السعودي، يعني البعض ما هو مهتم في التوثيق، يعني يرى أن أشياء ثانوية يؤدي عمله. بالعكس، أن التوثيق من الأمور يعني اللي يعني مطلب للإنسان ومطلب للمعلم، يعني حتى تستفيد الآخرين. صحيح. لو أنت ما وثقت تجاربك وعملك كيف يستفيد منك الآخرين؟ جميل. فأنا أرى أن هذه مهارة التوثيق لو حرصنا عليها لتجد أن المملكة يعني بشكل كبير نسبة التميز فيها بشكل غير طبيعي. صحيح، أكيد بإذن الله. ونقدر نقول بعد بالنهاية أن الروح والعزيمة تختلف من شخص لآخر، لكن أكيد. بإذن الله يعني فيك أستاذ أحمد وأمثالك ما شاء الله من المعلمين المجتهدين، نقدر بإذن الله ننقل هذه العدوى، عدوة المشاركة بهذه المسابقات، وبإذن الله يحققون دائما المراكز المتقدمة. بس حب أسألك أستاذ أحمد، يعني ما شاء الله مسابقة تحدي القراءة اللي أنت ما شاء الله أقمتها لمدة 6 سنوات ما شاء الله متتالية، نقدر نعتبرها من جانب المبادرات التطوعية اللي أنت نفذتها. أبغى أعرف معك، هل مثلا كانت تصير مواقف بينك وبين الطلاب تشجعك أكثر، تخليك مثلا تقول أنا ما راح أوقف عن أي مبادرة تطوعية أو عن أي فكرة أنا أشوفها ممكن تخدم طلابي أو تخدم حتى الطلاب حول المملكة؟ بالنسبة للمبادرات، لما يقدم المعلم المبادرات يحتاج إلى وقت حتى يقيس الأثر. صحيح. فعندما نجد الأثر نجد أن المعلم يعني يكون لديه حافز أنه يقدم أكثر. البعض منا قد يستعجل في الوقت حتى ما يعطيها الوقت الحقيقي للمبادرة حتى تصل إلى المستوى. مبادرة تحدي القراءة على سبيل المثال تقريبا أول سنة يعني أعطيت الطالب أول شهرين، طبعا كانت مرحلتين، المرحلة الأولى صفوف عليا والمرحلة الثانية صفوف أولية. المرحلة الأولى أعطيت الطالب فرصة يأخذ الكتيب أو القصة ويساعدونه في البيت، كانوا يشتغلوا معه. بعد شهرين بدأنا الخطوة الثانية، يبدأ الطالب يعتمد، وطبعا كان في تلخيص. تخيل الطالب عندك في أول ابتدائي يجي يطلع لك المؤلف من الكتاب ومن القصة. جميل. يعني وبعدين الكتب القديمة متعب المؤلف. صحيح. الأمر الثالث لما مسابقة تحدي القراءة بدأت كذا، جينا المرحلة الثالثة يطلع الطالب في المسرح ويتحدث ارتجال. تخيل في المرحلة الأولى كان الطالب يتحدث بس باللهجة يعني ليست اللغة العربية، فيها شوية تكسير. أيوة. فصححت له المرة اللي بعدها بسم الله ما شاء الله، يعني جميل. كان الطالب مبدع. هذه هي يعني لما تشوف ولدك بهذا المستوى حس صحيح. تكون يعني ما تخسران ولا ندمان في هذا العمل. والله يا أستاذ أحمد ودنا نقعد معك وقت أكثر ونشوف ما شاء الله هالجوائز اللي على الطاولة الآن، يعني ما شاء الله تبارك الله يدل على أن عندنا معلم متميز ودائما ما يحاول أن يستفيد ويفيد غير الحقيقة من خلال المشاركة في مثل هذه المسابقات. شكرا لك أستاذ أحمد. يعطيك ألف عافية أستاذ أحمد. الله يعافيكم. شكرا لكم جميعا. إذا شكرا لضيفنا صاحب جائزة أفضل معلم على مستوى الخليج الأستاذ أحمد المالكي، فعلا نموذج نفخر به. مشاهدينا ما زال لدينا الكثير من الفقرات، فاصل ثم نعود بعد ذلك لاستكمال بقية هذه الفقرات.